شلونكم شباب؟ شو اخباركم؟ اليوم انا التقيت احد الفنانين اللي احلم دائما انه التقي بيهم بيوم من الايام، واني من المعجبين باعماله ودائما اسمع اغاني بايام العراق ولحد اليوم، الفنان قاسم السلطان. اهلا وسهلا بك، وفرصه طيبه. الله يسلمك. شلون صحتك؟ الحمد لله تمام. طبعا كلش فرحتنا بوجودك بستوكهولم، وان شاء الله راح تكون حفله حلوه بقاعه فليمينغسبري. احكي لنا على شعورك، يعني انت هاي مو اول حفله تسويها بستوكهولم. لا طبعا، يعني هواي مسوي حفلات بالسويد وكل الجاليات العراقيه والعربيه بالعالم، يعني بامريكا وباستراليا وباوروبا. حضرنا حتى تكون حفلتنا هاي بعد الانقطاع مال كورونا. حضرنا طبعا اول حفله، هاي اول حفله حتكون بستوكهولم عراقيه بعد كورونا. اكيد ان شاء الله. انا جدا سعيد طبعا تواجدي بالسويد، جمهور طيب وجمهور راقي، واتمنى ان شاء الله نقدم فشي يعني للجمهور الطيب، يعني يرضيهم ان شاء الله. زين، شنو غير حفله ستوكهولم عندك شيء؟ يعني اعمالي هوايه بصراحه، يعني محضر البوم غنائي كامل جديد، محضر كوكتيل جديد للكوكتيل السلطان. اهم شيء وعندي اغنيه، اخر شيء صورت اغنيه باربيل، اغنيه اسمها لميت نجوم الدنيا، وهي من اخراج المخرج رواق جواد. طبعا يشاركني بها الفنان ايفان خضر. الاغنيه هي باللغه الاشوريه واللغه العربيه، الكلمات لبيد هاني والحاني، توزيع الموزع الكبير هلال جميل، وان شاء الله راح يعني تعرض قريبا ان شاء الله. تحيه خاصه لايفان، طبعا هو من معجبين الفرقه دائما يتواصل وياي. زين، وحفلات يعني حفلات، انا جيت سويت حفله بالمانيا يعني هالفتره هاي، وبعد ايضا سويت حفله بلندن، وهسه جيت للسويد، وان شاء الله يعني بس تنفتح يعني بعد اكثر، نزور كل الدول اللي يطلبون بها جالياتنا. زين، والناس هوايه من متابعيك يحبون هذا الستايل مال الكوكتيلات. اكيد. لا يعني انا بالنسبه لي كاسلوب او مسيره فنيه او فد استراتيجيه بالفن مالتي، انه انا اغني كل مختلف الالوان. يعني شوف مثلا انا مغني السلو، سلي عن ليالي وذكريات واغنيه على خدي وين حبيبي، ومغني ايضا الاغاني اللي تكون سريعه مثل الكوكتيلات ليالي ليالي، مغني مثلا رحله مع ام كلثوم، اغاني ام كلثوم هاي، مغني مثلا تراث فراقهم بتشاني، ويعني يعني كثير الحمد لله وشكر مغني اطوار غنائيه والوان غنائيه عراقيه، وهاي يعني جرى الخبره يعني الحمد لله. والغربي، انا سمعت انه انت، انا مخلد صديقي تعرفه قال لي انه انت بالغربي، يعني ما سامعك بالغربي يعني، بس لا، كنت قبل باند غربي اسمه نيو باند من زمان. يعني اول بدايتي بحياتي انا اشتغلت فرقه اسمها نيو باند. كنا يعني نعزف بنقابه الاطباء، بس بعدين انا اتجهت للغنى العربي، لان احس نفسي انا اوصل اكثر احساسي اكثر بالعربي. بس اذا تلاحظ انه اكثريه الاغاني مالتي صح لازم بها لمسات غربيه، يعني لان هو هاي القاعده اللي انا نشات عليها. يعني ما نشات على 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 تخت شرقي، لا، نشات على كيبورد وجيتار. فانا اعزف جيتار واعزف كيبورد، شلون اقول لك، هوايه، بس اقدر يعني مثلا اوزع بالاورجن بالجيتار الاغاني اعزفها كامله. يراد لنا قاعده سوا. يا ريت، اتشرف والله. انت بعد خلص، انا شراوتك اغانينا وشفتها والله بصراحه، راح تكون من المتابعين هو مالتنا. اكيد انا كلش فرحت، يعني أنا اكو هيك حاله جميله عندنا نقدر ننافس بيها، خلينا نقول الستايلات العربيه اللي موجوده اللي تطلع. اتمنى لكم طبعا الموفقيه ان شاء الله. تسلم علينا. انا بالنسبه علي انه دعم ان شاء الله من عندي لكم. تسلم شكرا جزيلا، اتمنى لك كل التوفيق. فنان المحبوب الكبير قاسم السلطان، وراح نشوفك باربيل ان شاء الله. اكيد راح تكون بالحفله مالتنا. اكيد ان شاء الله اكون متواجد، يعني وخلصت جولتي مال اوروبا ان شاء الله اكون اول واحد بالحفله. تسلم، شكرا جزيلا. هاي كانت لقاء ويا الفنان اللي نحبه، كنا
قاسم السلطان، وإن شاء الله نشوفكم فيديوهات ثانية، وإذا حبيتوا الفيديو تابعونا واشتركوا بالقناة ونشوفكم بخير.